تحت شعار قطار الخير نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اصطفافاً يضم أكثر من 15 جمعية ومؤسسة أهلية يعملون تحت مظلته في مشهد يعكس مدى قدراته البشرية وإمكانياته الخدمية والتنموية في دعم الشرائح الأولى بالرعاية والتي ساهمت في خدمة نحو 160 مستفيد من قرى ونجوع محافظة سوهاج. النهاردة الاستفاف الخاص بكل مؤسسات وكيانات التحالف حبينا ان هو يكون ختام 22 من محافظة سوهاج زي قافلة ستر وعافية 16 لما كانت موجودة من هنا. الاستفاف النهاردة مضموم تحت مظلة قافلة ستر وعافية، مشارك فيه معظم الجمعيات الموجودة معانا واللي بدأت معانا قوافل ستر وعافية من البداية. بفضل الله تعالى مؤسسة العربي عندها فرح النهاردة بانضمامها للتحالف الوطني ضمن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا جينا النهاردة هنا لمحافظة سوهاج بفضل الله تعالى بتوزيع بطاطين على أهالينا هنا في محافظة سوهاج إن شاء الله. عاملين كرنفال زي ما حضرتك شايف، حاجة استعراض لقوة التحالف. التحالف أكتر من 24 مؤسسة من أكبر مؤسسات اللي موجودة في مصر. النهاردة بنختتم مع 2022 في سوهاج زي ما بدأنا أول قافلة ستر وعافية في سوهاج. شاركنا في مضومة في القافلة دي بتمكين اقتصادي، كراسي متحركة، أجهزة تعويضية، سماعات طبية، توزيع لحوم، توزيع بطاطين. النهارده التحالف الوطني بيقدم نموذج للعمل الأهلي المصري، نموذج بيجمع ما بين القوى البشرية المشاركة في المؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف من خلال أكبر عدد ممكن من المتطوعين، كمان بيشمل الاصطفاف اللي احنا موجودين فيه النهارده استعراض لكل إمكانيات وقدرات المؤسسات الشريكة لتقديم خدمات مباشرة وفعلية لأهلية في حافظة سوهاج بشكل عام. نحو 2500 متطوع وتنفيذي يعملون كخلية نحل من أجل تنظيم هذه الفعاليات ووصول الخدمة لكل مستحق، والتي شملت مساعدات موسمية، كراتين مواد غذائية، بطاطين للشتاء، جهاز عرائس، مشروعات تنموية صغيرة، ومعرض ملابس يحتوي على 20,000 قطعة ملابس، بالإضافة لقوافل طبية بها العديد من التخصصات تشمل الكشف والمتابعة والعلاج بالمجان. صراحة شيء جميل يعني، وساعدني الصراحة، ولقيت حاجة لعيالي يعني، أنا مبسوطة الصراحة. تشكروا أنتوا اللي جبتوا لنا لبس لعيالتنا وسلمتوا لنا التغذية. مفيدة وقافلة حلوة ويا ريت تدوم على طول. وعطونا كل خير والحمد لله، وكل سنة هم طيبين. ساعد والله كثير وأسهم كثير، وبالبطاطين وبالماد وبكله بالعلاج وكله، الحمد لله بارك الله في كل اللي بيساهم في الخير ده. قافلة حلوة يعني، تاني مرة احنا نيجي وبسطونا يعني، الدنيا هي حلوة. مبسوط ان يعني رئيس السيسي بعت لنا مساعدات، شكرا رئيس السيسي، وتحيا مصر، تحيا مصر. حلم أصبح حقيقة وهدف يتحقق بهذه المشاهد التي تترجم مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والإنجازات التي تتم بعد إطلاقه بتسعة أشهر فقط، وتوحيد لجهود المؤسسات الخيرية والتنموية.